مع بداية العام الجديد. السيد الرئيس بشار الأسد في جوبر. هكذا أراد إعلام النظام أن يصور الأسد وهو يتفقد الوضع الميداني في حي جوبر الدمشقي، ليرسل رسالة مفادها أن رئيس النظام ها هو قد ترجل من قصره وترك حصنه الحصين وجاء ليقضي رأس السنة مع حراس الوطن كما يقول. من حي كل عسكري وكل مقاتل وكل شاب بطل مسك باروته وقاتل مع الجيش. أما لقاءات الأسد هذه مع مقاتليه وميليشياته على الجبهات فتلك قصة ثانية، وصفها مراقبون بأنها لوحة تمثيلية فاشلة لمشهد يحاكي حيا يفترض أن المعارك فيه على أشدها. سيد الرئيس سيدي وانت بخير يا رب. خليك سعد يعطيك العافية شوي. كل عام وانتم بخير. يعطيك العافية. كل عام وانتم بخير. نحن جينا شد همتنا فيكم. إن شاء الله فيكم يا رب. جميع الشوارع والأزقة التي غطاها الظلام صورت على أنها في جوبر، حتى مبنى مديرية نقل محافظة دمشق الواقع في حي الزبلطاني صوره إعلام النظام أيضا على أنه في جوبر. جبهات الحي الذي زاره الأسد لم يسمع فيها طلقة رصاص واحدة، بينما واقع جوبر ميدانيا كان خلاف ذلك. فقد شهد معارك عنيفة طوال ذلك اليوم، خسر خلالها النظام أكثر من 30 من عناصره وفق ما أفاد المكتب الإعلامي في جوبر، فيما اعترفت مصادر إعلامية مقربة من النظام بمقتل 9 عناصر وإصابة 85 آخرين. تلك الخسائر التي مني بها النظام يبدو أنها صدمت مؤيديه، فراح إلى ميدان لا قتال فيه ليخفف عن عناصره في جوبر ويقول لهم على طريقة إذاعة دمشق: من الزبلطاني هنا جوبر.